بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 57 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس 6 من شهر رجب الحرام 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. راجين أن يكون مجلسنا المبارك هذا في بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة عامراً بالخير والبركة ورحمة الله المتنزلة على أهل هذا المجلس بصلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلى عليك الله ما أسماعنا أصغت، تجيب مؤذناً وأذانا متشهداً أن النبي محمداً أوحى إليه بنوره مولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في فصل يتعلق بالهدي النبوي في الركوع، بعدما أتم المصنف رحمة الله تعالى عليه الفصل الذي ذكر فيه ركن القيام في الصلاة وما يتعلق به، بدءا من تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح أو أدعية الاستفتاح، ثم الاستعاذة والبسملة، ثم قراءة الفاتحة، ثم قراءة سورة أخرى، وما يتعلق بالهدي النبوي في ذلك كله. فلما أتم الحديث عن الصلوات المفروضات الخمس والجمعة والعيدين وما يقرأ فيها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبينت لنا معالم السنن في هذه الأبواب، فإنه يتبع هذه المسائل بصفة الصلاة فعلاً فعلاً وركناً ركناً. وابتدأنا ليلة الجمعة الماضية الفصل المتعلق بالركوع، ونواصل الحديث فيما أورده رحمه الله تعالى من سنن نبوية ثبتت في هذه الأفعال في الصلاة. وكم قلنا يا كرام مثل هذه المجالس التي تتعلم فيها السنن وترفع فيها رايات الهدي النبوي، يراد بها أمران عظيمان يتحققان في حياة كل مسلم ومسلمة. أولهما تعلم السنة، فإنها دين، وتعلمها مما يزيد العبد في إيمانه وطاعته لربه، ويستبصر في طريق العبودية درب السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ستتوضأ لا محالة، وستصلي إن شاء الله، وتدعو وتطوف وتسعى، لكن فرق بين أن تكون عبادتك في وضوئك وصلاتك وسائر أفعالك على الهدي النبوي، فإنك أقرب إلى القبول والصواب ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقصد عظيم، تعلم السنن، تعلم الدين، التفقه في الشريعة. وأما المقصد الثاني العظيم فهو السير نحو تطبيق السنن وإحيائها في حياتنا. وكم صلينا وتوضأنا وطفنا ودعونا وفعلنا ما كتب الله لنا من العبادات، فإذا تبينت لنا السنن ولاحت لنا معالمها حرصنا على تطبيقها وقصدناها، رجاء أن نتشبه في حياتنا وعبادتنا بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما من مسلم إلا ويحب بلا شك
أنه إذا صلى أن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع يديه ودعا، إذا ركع، إذا رفع، إذا سجد، إذا قرأ القرآن، إذا طاف وسعى وحج واعتمر، كلنا والله يا أخوة ذاك المسلم الذي صدق أمانيه في قلبه أن تكون عبادته لربه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه معالم السنن إذا لاحت حرص عليها المسلم وقصدها، فهو يبحث عنها أولاً ليتعلمها، ثم يأخذ نفسه بتطبيقها والعمل بها. تلكم والله الذي لا إله إلا هو معالم النجاة في الحياة، هي مسالك السعادة في الدارين، هي الدرب الذي يحبه الله. فإن الله عز وجل ما بعثه إلا ليعلمنا، إلا ليرشدنا ويدلنا ويهدينا، ولا أمرنا إلا باتباعه وبطاعته وتعظيم سنته وأمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المجالس يا كرام يراد لنا أن نأخذ فيها بأنفسنا نحو الكمالات. أي كمالات؟ كمالات السنن، فإنها أرقى ما يعيش عليه الإنسان في الحياة، أن يتشبه في كل شؤون حياته برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجل ذلك وأرفعه في أبواب الحياة عباداتنا لربنا الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وجعلنا مسلمين. فهذا فصل يواصل فيه المصنف رحمه الله الحديث عن الهدي النبوي في الركوع، في صفته وما يقال فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان إذا فرغ من القراءة سكت قدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعله حيال ظهره معادلا له. تقدمت هذه الجملة يا كرام في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وأن المراد بها هيئة الركوع التي يركع فيها المصلي لله. إذا فرغ عليه الصلاة والسلام من القراءة الفاتحة وما بعدها ركع، يسكت قبل ركوعه سكتة لطيفة، قال: قدر ما يتراد إليه نفسه. من آخر آية قرأها في الصلاة يسكت ليعود إليه نفسه، ثم يكبر رافعا يديه مع هذا التكبير كما تقدم، ويكبر راكعا واضعا كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، فيلقم كل كف إحدى ركبتيه، فيضع يديه على الركبتين قابضا عليهما، ويوتر يديه يعني يجعلهما متباعدتان عن جنبيه، ويبسط ظهره قال واعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه، أي ليكون استواء ظهره مع رأسه على حد سواء، قال معادلا له. وتقدم في ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وقد بوب البخاري رحمه الله باب استواء الظهر في الركوع، وكل ذلك تقدم في حديث ليلة الجمعة الماضية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذا ركع فإن هذا الذكر الذي يقال في الركوع كما ثبت عن نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول إذا ركعنا؟ سبحان ربي العظيم. من أين جئنا به؟ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه. كم مرة يقولها سيأتيك بعد قليل، لكن الذكر المشروع في الركوع سبحان ربي العظيم.
يكررها. هذا الذكر مستحب عند جماهير الفقهاء على القول بأنه سنة من سنن الصلاة. والإمام أحمد وإسحاق وبعض فقهاء الحديث ذهبوا إلى القول بوجوب التسبيح في الركوع كما هو في السجود، إنما اتفق الفقهاء على أن هذا الذكر موضعه في الركوع. ودليل ذلك ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة حديث عقبة رضي الله عنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. قال فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا اجعلوها في سجودكم. الحديث وإن كان ضعيفا عند بعض المحدثين فقد حسنه بعضهم كالإمام النووي وغيره رحم الله الجميع. فهذا مع ثبوت قوله لهذا الذكر في الركوع دل على أن الركوع إنما يقال فيه سبحان ربي العظيم. قال رحمه الله وتارة يقول مع ذلك، يعني مع التسبيح أو مقتصرا عليه، يقول هذه الجملة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الجملة هذه ماذا فيها؟ فيها ثلاثة أشياء: تسبيح وحمد واستغفار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جمع بين التسبيح والحمد والاستغفار. دل على ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. انظر كيف تقول كان يكثر، فكان يقول هذا كثيرا، وكان تدل على التكرار والاستمرار والمداومة، فما كان يقولها مرة ولا مرتين ولا في صلاة أو صلاتين. تقول رضي الله عنها كما في لفظ عند البخاري كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني أن الذي حمله على قول ذلك في الركوع والسجود تأوله صلى الله عليه وسلم للقرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ معناه يطبقه ويعمل بما فيه، يعني يمتثل ما جاء في القرآن. ما الذي جاء؟ أفصحت عنه الرواية الأخرى أيضا في الصحيحين في قولها رضي الله عنها كما عند البخاري أيضا تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن ارتبط هذا الهدي وارتبطت هذه السنة بنزول سورة النصر، وسورة النصر من آخر سور القرآن نزولا، حتى قيل إنها آخر سورة نزلت في القرآن يعني بتمامها. فكونه يتأول القرآن ويمتثله معناه أنه يستجيب. فما الذي في السورة؟ أن الله قال له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذه أمارة كمال الإسلام وتمام الدين والشريعة والقرآن والوحي، فقد أدى وظيفته عليه الصلاة والسلام وبلغ الأمانة وأدى الرسالة وأبرأ إلى الله ذمته. قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فجمع الثلاثة، قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما جاء يمتثل كيف قال؟ قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فامتثل أمر الله ونحن نمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوها وحفظوها صغاركم، أبناءكم، زوجاتكم، طلابكم. هذه سنة تقال في الركوع وفي السجود معا كما سمعت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يكثر أن يقول هذا في ركوعه وسجوده. المصنف قال رحمه الله
ربما جمع هذا الذكر مع سبحان ربي العظيم، وربما اقتصر عليه لأنه جمع التسبيح مع الحمد مع الاستغفار، وهذا من عظيم وجليل الذكر الذي يقال في ركوعنا في الصلاة معشر المسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك. وأما حديث طيب، كان ركوعه المعتاد يعني في مدة الركوع مقدار 10 تسبيحات، ومقدار سجوده أيضا كذلك يعني مقدار 10 تسبيحات. ودل على ذلك ما سيأتي في كلام المصنف من حديث أنس رضي الله عنه لما قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى، وأشار إلى رجل كان قد صلى خلفه وهو عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. قال أنس: ما صليت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. فكان الرواة وقد سمعوا أنسا رضي الله عنه يقول هذا التشبيه في أن الرجل في صلاته شبيه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملهم ذلك على ضبط مقدار سجوده وركوعه. قال سعيد بن جبير: فحزرنا ذلك، يعني حسبناه، فإذا مقدار ركوعه يساوي مقدار 10 تسبيحات وكذلك السجود. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث البراء بن عازب: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم من أحاديث الصحيحين، وهو من الأحاديث التي نظر فيها الفقهاء رحمة الله عليهم في ضبط مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء رضي الله عنه: رمقت الصلاة. إيش معنى رمقت؟ تتبعت بعناية وحرص، ليس مجرد ملاحظة عابرة ولا صلاة صلاها مرة فقدرها تقديرا، لا، كان يرصد ويتابع بدقة. قال: رمقت، والرمق شدة التتبع، الرمق شدة التتبع. قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا وجد؟ قال: فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء، يعني أن أفعال الصلاة متقاربة في طولها، القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا. قال قريبا ولم يقل متساوية. لماذا قال قريبا؟ لأن بينها من التفاوت شيء يسير، لكن الحديث في ظاهره يدل على أن مقادير أفعال الصلاة ينبغي أن تكون متقاربة من التساوي. فإذا سألتكم: ما أطول أركان الصلاة مدة عندنا في الصلاة؟ ستقولون القيام، لأن فيه قراءة وفاتحة وسورة بعدها، خصوصا إذا كانت السورة طويلة، فمن قرأ الصافات أو المرسلات أو النبأ سيكون قيامه أطول أركان صلاته بلا شك، ويليه في الطول جلوس التشهد الأخير، فإنه أيضا يشتمل على التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما شاء المصلي أن يدعو بعد ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليختر من المسألة ما شاء. هذان الركنان هما أطول أركان الصلاة، فمجيء حديث البراء رضي الله عنه بهذا اللفظ يدل على أن أركان الصلاة متقاربة من السواء. فهم منه الفقهاء أن هذا يعني طول الركوع وطول السجود وطول الرفع من الركوع. لماذا؟ لأنها إن لم تكن مساوية للقيام فهي قريبة منه، وعلى هذا فتكون هذه الأفعال الرفع من الركوع
والجلسة بين السجدتين لن تكون قصيرة خفيفة كما يعتادها بعض المصلين، بل ينبغي أن تكون أطول من ذلك. لماذا؟ لأنه يحكي لك صفة الصلاة النبوية، فيقول لك إن الرفع من الركوع قريب من القيام، وإن الجلسة بين السجدتين والسجود أيضا قريب في تساويه وطوله من باقي أركان الصلاة. وفي لفظ لحديث البراء قال: ما خلا القيام والقعود، يعني رمقت فوجدت الأفعال قريبا من السواء، ما خلا القيام والقعود. فاستثنى القيام واستثنى القعود لأنه تقرر أنهما مهما كانا أطول من غيرهما من أفعال الصلاة. وعلى كل حال، في الجملة الحديث من الشواهد التي قال فيها الفقهاء إن ركن الرفع من الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين ليس قصيرا وخفيفا، بل ينبغي أن يأخذ حظه من الطول المقارب للقراءة وللسجود وللركوع وباقي أركان الصلاة. ويشهد لذلك يا كرام حديث أنس رضي الله عنه الذي صلى بأصحابه من التابعين ثم قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول: أنا قصدي من الصلاة أمامكم أن أعلمكم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال ثابت البناني تلميذ أنس وصاحبه، قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. قالوا: ما هو؟ قال: كان إذا رفع من رأسه من الركوع لم يسجد أو مكث حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي، يعني أن فيه طولا ليس قصيرا وخفيفا معتادا. هذا الفهم في ظاهره لا يعني أن الرفع من الركوع وأن الركوع ذاته ينبغي أن يكون بمقدار القراءة. طيب، ها هنا سؤال: ألم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ سورا طوالا في القيام؟ قرأ الأعراف، قرأ الصافات، قرأ المؤمنون، وقرأ سورا أخرى كثيرة، بل هو في قيام الليل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ليلة في ركعة واحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. فهل يقال إن ركوعه يساوي قراءة هذه الأجزاء الخمسة والرفع منه كذلك؟ ظاهر الروايات يدل على ذلك لكن ليس مطلقا. ابن القيم رحمه الله يناقش هذا الاستدلال من الحديث بإثبات أن الطول في الرفع من الركوع وفي الركوع وباقي الأفعال ليس مساويا للقراءة، لكنه فيه قدر من الطول ولا يصل إلى درجتها، ويناقش رحمه الله المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، قال: في هذا الفهم شيء. هذه مناقشة منه رحمه الله وليس تخطئة، هو لا يحكم بخطأ هذا الفهم لأنه قد قال به طائفة من الفقهاء وهو ظاهر الرواية، لكنه يناقش رحمه الله بما تسمع الآن. قال: وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالمئة آية ونحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. طيب، هذا شاهد لما يذهب إليه المصنف رحمه الله أن الركوع إذا ثبت في السنة أنه مقدار 10 تسبيحات فهو يقينا لا يبلغ أن يكون بمقدار سورة الصافات ولا المرسلات ولا الأعراف ولا حتى الطور،
لا تبلغ ذلك، لأن العشر تسبيحات أقصر من ذلك بكثير. نعم. هذا مع قول أنس إنه كان يأمهم بالصافات. لعل هذا من المصنف سهو رحمه الله أو سبق قلم، لأنه حديث ابن عمر أنه كان يأمهم بالصافات. نعم. قال: فمراد البراء والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. نعم، هذه قاعدة نبوية، يكون الركوع والسجود مقاربا للقراءة، فإذا طالت القراءة طال الركوع والسجود، وإذا قصرت القراءة أو تخففت يقصر معها الركوع والسجود. هذا هو التناسب الذي حكاه البراء رضي الله عنه في حديثه لما قال: رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. ويدل لذلك أيضا حديث قيامه في الليل أنه كان قرأ البقرة وآل عمران والنساء فركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ويدل عليه أيضا الشواهد الصريحة كما في حديث صلاة الكسوف لما كسفت الشمس فصلى بهم صلاة لم يصلي مثلها قط عليه الصلاة والسلام، فقرأ أو قام قياما طويلا نحو سورة البقرة، قال: فركع ركوعا نحوا من قيامه. فهو ليس مجرد مقاربة، بل يحكون أن طول الركوع والرفع منه قريب من مقدار القراءة، فهي إذن تناسب في الصلاة، فإذا أطال القيام أطال الركوع، وإذا قصر أو خفف خفف في الركوع مثله. نعم. فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها، وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذه أيضا يا كرام من أذكار الركوع والسجود. تقدم قبل قليل أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا ذكر آخر، أن تقول اسمين من أسماء الله جل جلاله من الأسماء الحسنى: سبوح قدوس. القدوس من أسماء الله، والسبوح من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم تقول رب الملائكة والروح، هذا من تعظيمك لله في الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم فيه الرب. ومن تعظيمك لله تسبيحك إياه جل في علاه، تقول سبحان ربي العظيم. ومن تعظيمك لله أن تذكره بهذه الأسماء المتضمنة لعظيم التعظيم والإجلال لربنا الكبير المتعال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، دل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي حكت فيها رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذكر في ركوعه وسجوده. فما معنى سبوح وما معنى قدوس؟ كلاهما يشتمل معنى التنزيه لله والتعظيم لله. سبوح وقدوس صيغة مبالغة من صيغ التكثير والمبالغة، فأنت هي من أبنية المبالغة في اللغة على وزن فعول، ومعناها المسبح والمقدس كثيرا تبارك وتعالى. سبوح مسبح تسبيحا عظيما جل في علاه، لأنه يسبحه أهل السماء وأهل الأرض. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فربك العظيم سبحانه يسبح أهل السماء ويسبح أهل الأرض، لا ليس هذا فحسب،
بل كل خلق الله مما تعرف وما لا تعرف وما لا يخطر لك على بال. قال الله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تأملت عبد الله أنك في منظومة هذا الكون ذرة في هباء، ولو نظرت إلى كل ما حولك لوجدته مسبحا لله. حتى الجمادات والحيوانات ناطقة بتسبيح الله لعموم قوله تعالى: وإن من شيء، فدخل في ذلك كل شيء، لا يستثنى من هذا شيء. الحجر والشجر والتراب والحصى والماء والمطر والنحل والزهر، كل ما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حجب الله عنا فقه تسبيح المخلوقات، لكنه أمرنا بأن نكون في عداد هذه المخلوقات المسبحات. فنعم العبد، عبد مؤمن عرف الله وهداه فأجرى على لسانه تعظيمه وتسبيحه جل وعلا. وبئس العبد، عبد خلقه الله ويأكل من رزق الله ويستظل بنعم الله ويتقلب في أكناف مرضاة الله، ثم هو معرض عن ذكره، غافل عن تسبيحه. مثل ذاك العبد، مثل ذلك العبد المشؤوم، سواء كان غير مسلم أو مسلما غافلا، مثل ذلك العبد هذه الجمادات الناطقة بتسبيح الله خير منه، والعجموات والحيوانات والبهائم خير منه بتسبيحها لله عز وجل، إذا كان في غفلته وإعراضه، ناسيا متغافلا عن ذكر ربه وتسبيحه. فإذا قلت سبوح، أنت تقصد الرب المسبح تسبيحا عظيما كثيرا لا انتهاء له ولا حد له. ولو شئت أن تحصي عدد تسبيح الخلائق للخالق، لا والله ما تحصيه، فربك سبوح سبحانه وتعالى. سبوح من التسبيح بمعنى التنزيه عن النقائص والعيوب. سبحان الله، تسبحه الملائكة، تسبحه الإنس، تسبحه الجن، تسبحه الطير والحيتان والنمل والحشرات والسباع والبهائم والجمادات والعجماوات، يسبحون الله ينزهونه عن كل نقص عن كل عيب. نسبح الله عن وننزهه عن النقائص والمعائب، ننزهه جل وعلا عن الوالدة وعن الولد، ننزهه عن الزوجة والصاحبة، ننزهه عن الشريك والشبيه والنظير. ما ربنا كفوا أحد، ننزه الله عز وجل ونعظمه. فإذا جئنا في ركوعنا وسجودنا قلنا سبوح قدوس، فإنا نؤكد ذلك، ربنا مبرأ متنزه عن النقائص والعيوب والشريك وكل ما لا يليق بألوهيته. قدوس من القداسة، وهي التعظيم المتضمن تنزيها لله وتطهيرا من كل ما لا يليق بالخالق جل وعلا. فكل من سبح الله، حتى أهل الجنة إذا انتهت حياة العبودية والتقرب إلى الله، فإن الله يلهمهم في أثواب النعيم وهم يتقلبون في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. يسبحون الله وهم في الجنة، لأن هذا نفس لا يليق بالمخلوق إلا أن يتنفسه في مقام عبوديته للخالق جل وعلا. فشرف للمسلم والله يا كرام، وأي شرف أن يكون في عداد المسبحين وأن يلهج بتسبيح الله مستشعرا عظمة الله السبوح سبحانه وتعالى القدوس جل وعلا. نقول هذه المعاني يا كرام لئلا يكون إجراء هذه الأذكار على ألسنتنا مجردة عن معانيها، أن نعيشها بنبض قلوبنا وخفق أرواحنا قبل حركة ألسنتنا. فإذا قلت سبحان رب العظيم تقصد ما تقول، وإذا قلت سبوح تقصد ربك الذي اشتد تسبيح الخلائق وعظم له حتى كان مسبحا تسبيحا عظيما. ولهذا قال أهل اللغة كأبي إسحاق الزجاج: السبوح الذي ينزه عن كل سوء
وقال ابن فارس: سبوح هو الله، والمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح. قال: ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريء وكل ما لا يليق بالإلهية. يقول ابن القيم رحمه الله: السبوح هو الذي يسبحه ويقدسه وينزهه كل من في السماوات والأرض، كما قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال أيضا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العبد إذا سبح الله استشعر معنى ذلك، فقوله سبحان الله كقوله براءة الله من السوء، فهو ينزه الله ويبرئه من السوء. ومعنى تنزيه الله من السوء نفي السوء عن مقام الألوهية وعن جناب الألوهية العظيم، وإبعاد وجماع معناه أن يكون لله مثيل أو شريك أو ضد أو ند. فإذا قلت السبوح فإنك تقصد الرب العظيم ذي أوصاف الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى بلا نقص، وله الأفعال المقدسة أيضا عن الشر والسوء. وحيث يسبح العبد بلسانه فإن قلبه أيضا مسبح لله متذكرا ومتفكرا. كيف يسبح قلبك عبد الله؟ يسبح بتفكره بعظمة الله وبعده جل جلاله عن كل ما لا يليق أن ينسب إليه من نقص أو سوء أو شر، فيقول بقلبه: ما أبعد الله عن السوء. ثم لا يزال يتقلب في معرفة أوصاف ربه ومشاهدة أفعاله ليزداد تعظيما لله وتنزيها له، والقلب في ذلك لا يرزق إلا خيرا ونورا وهداية، فيبتعد عن الظلمات إلى النور. والقلب أيضا يلهم الصواب والسداد بتسبيحه لله، فيرزق أيضا من الخير أن يريده ومن الشر أن يبعد عنه، ومن عمى القلوب وأدوائها يسلم إلى نورها وشفائها، وينجيه الله من فساد القلوب والأرواح وسيطرة الأهواء عليها إلى صلاحها وإلى بعث النور فيها وإلى اهتدائها بنور الوحي. وكل ذلك من عظيم ما يعيشه أهل الإسلام بذكرهم لربنا جل وعلا. فإذا سبحت الله أدركت أنها نعمة، وإذا سبحت الله فليسبح قلبك قبل لسانك عبد الله، حتى تسبيحات الركوع والسجود وتسبيحات الأذكار بعد الصلاة وتسبيحاتك في كل وقت، وأنت تدرك أن الله العظيم يحب من العباد أن يسبحوه، وأثنى على المسبحين من خلقه كما سمعت في الآيات والنصوص الكريمة. والله عز وجل جعل التسبيح لعباده مسلك النجاة. ما أنت فيه عبد الله؟ إن كانت نعمة سبحت الله وحمدته، إن كانت مصيبة وكربة سبحت الله. انظر إلى وصية الله لخليله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو بحاجة إليه في أشد ساعات ضيق الصدر والمحنة والكربة. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فبماذا أوصاه الله؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تريد تفريج الهموم وسعادة القلب، أقبل على تسبيح الله وتقرب إليه بالطاعات، صلي واسجد، والله لتجدن الفرج يأتيك من كل جانب. كيف يخيب قلب وحياة عبد ما زال صاحبها ذاكرا لله مسبحا له آناء الليل وأطراف النهار دوما لا تنسى. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا أردت أن تقيس صلاح قلبك وسعادتك وفلاحك وقربك من خالقك جل وعلا، فانظر إلى ما يجري على لسانك من ذكره تسبيحا وحمدا وتكبيرا واستغفارا، فتلك والله من أجل أمارات الهداية والسعادة للعباد كثرة ذكرهم لربنا. ويأتي في الصلاة ليثبت ذلك في كل أفعالها. وهذا الركوع: حنيت ظهرك وأرخيت صلبك لمن؟ للذي خلقك.
للذي أمرك أن تقف بين يديه ضارعا منكسرا. فإذا أنت بمنصبك وشهاداتك واحترام الناس لك وتقديرهم وتقبيلهم لك اليد والرأس، إذا أنت أمام الله عبد ذليل، قد تنحيت عن كل الرتب والمناصب والألقاب والشهادات لتحني صلبك وظهرك راكعا لله في انحناء فيه غاية الافتقار والذل والانكسار، لكنه غاية الشرف للعبودية بين يدي الخالق. في هذا الوضع، في ركوعك، في ذلك، في انحناء صلبك وركوعك، تقول سبحان ربي العظيم، سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، فيلهج العبد بذلك. يقال هذا يا كرام ليقودنا إلى فائدة أخرى. إذا كان أحدنا يطمع أن يطيل في ركوعه إذا ركع بقدر ما يقرأ، فيسأل ماذا عساي أن أقول، فيقال أكثر من التسبيح ما استطعت، لكنه يمل اللسان إذا غاب المعنى عن القلب، فيقول سبحت ثنتين وثلاثا وخمسا وعشرا، فيستعجل فيرفع رأسه، لكنه والله إذا انغمر القلب بمعاني التسبيح لربما سبح العشرات المتتابعة فبلغ المئة وزيادة، مستلذا بتسبيح ربه غير مستطيل لا لركوع ولا لسجود. نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. أيضا من أدعية الركوع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله تارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، والحديث طويل لكنه مشتمل على جمل عظيمة الأوصاف في تعظيم الله. قال في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، هذا دعاء الاستفتاح، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. كل هذا يقوله في دعاء استفتاحه للصلاة صلى الله عليه وسلم. والله لا ترى إلا قلبا يقطر من تعظيمه لربه صلى الله عليه وسلم، يردف من العبارات والجمل ما الواحدة منها كفيلة أن تعيد إلى القلب إشراقته وحياته وأنسه بذكر الله عز وجل. تدري ما آفتنا في صلواتنا فرضا كانت أو نافلة؟ العجلة، نستعجل في الصلاة ونتمها إن أتممناها بأخف ما يمكن وما نقوى عليه وما نحتمل، وقد يقال لن نلام. نعم، لأن عقولنا وقلوبنا وأرواحنا ليست بأجمعها حاضرة معنا في الصلاة. نعم، حسبنا من الخير أن أحدنا محافظ على صلاته والحمد لله، حسبنا من التوفيق الإلهي أن أحدنا لا تفوته صلاة، حسبنا من الخير والبركة أن حياة أحدنا فيها الحفاظ على الصلوات الخمس وفيها الازدياد بالسنن الرواتب والنوافل وما نتقرب به إلى الله. لكن ألسنا ننشد الكمال والزيادة من الخير والهدي النبوي بكل أبوابه وما فيه من الكمالات؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطويل الصلاة نابع عن حبها، وحب الصلاة لن يحضر في القلب إلا إذا استشعر العبد في صلاته معاني الصلاة
ومعاني الصلاة في كل فعل وقول من أقوالها وأفعالها. فإذا استلذ بها القلب واستشعر المعنى تقلب وانغمس في ذلك النعيم ولا يود أن يخرج أو يفارقه. هذه القلوب الحية وأكملها حياة في الصلاة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم منها كيف نقود القلوب، كيف نتعلم، كيف نجعل لقلوبنا حظا من صلاتنا إذا صلت. هذا كله دعاء استفتاح. يقول علي رضي الله عنه: وكان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا يقال إضافة، لأنه صحيح ثابت، يضاف إلى التسبيح، يضاف إلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يضاف إلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أرأيت؟ كثيرة هي الأذكار الثابتة في السنة التي يسع المصلي أن يطيل بها ركوعه إذا أراد تطويل الركوع، لأنه ما زال بعض المصلين يقول: إذا صلينا التراويح في رمضان، ورمضان قريب، نسأل الله أن يبلغنا أيامه وإياكم بفضله، فإذا أطال إمامنا الركوع في قيام الليل وفي التراويح فيقول: سبحت، فماذا أقول وإمامي لم يرفع رأسه بعد؟ هذه جملة من الأذكار، التنويع بينها والتنقل بينها وإمتاع القلوب بمعانيها من أعظم ما يمكن أن يملأ به المصلي ركوعه وسجوده. قال المصنف رحمه الله: وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، يعني ليس في الفريضة، لأنه ثبت في الفريضة أذكار تقدم ذكرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده. بعد ذلك يعني بعد الركوع والأذكار التي يقولها. نعم. ويرفع يديه كما تقدم. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الرفع من الركوع يبدأ بقولك: سمع الله لمن حمده. يقولها الإمام والمنفرد باتفاق، فهل يقولها المأموم؟ فيها خلاف، ومن الفقهاء من قال أيضا يقولها. قال: فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع يرفعه بقوله: سمع الله لمن حمده، ويفعل هذا الإمام والمنفرد باتفاق، والمأموم فيه خلاف، لأن من الفقهاء من قال إن المأموم يقتصر على التحميد، يعني أن يقول ربنا ولك الحمد، وسيأتي كلام المصنف عنه. لكن هذا الركن بعد التعظيم لله جل وعلا في الركوع يعقبه حمد الله عز وجل في القيام: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله وقبل من يحمده في هذا الموضع، فهو موضع لحمد الله سبحانه وتعالى. قال: ويرفع يديه كما تقدم، يشير إلى حديث ابن عمر وقد تقدم ذكره رضي الله عنه. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. أربع مواضع لرفع اليدين في التكبير هو مستند قول الفقهاء في هذه المواضع. قال المصنف: روى رفع اليدين عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه المواطن الثلاثة، يعني تكبيرة الإحرام والرفع والركوع والرفع من الركوع، نحو من 30 نفسا، يعني من الصحابة. قال: واتفق على روايتها العشرة، وهذا من أقل الأحاديث وأندرها أن يجتمع العشرة المبشرون بالجنة على رواية الحديث، دلالة على استفاضة الحديث وشهرته وانتشاره. قال الإمام البخاري عن شيخه علي بن المديني وكان أعلم أهل زمانه، قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم، يعني في التكبير في الصلاة، لهذا الحديث، يعني حديث ابن عمر. روى حديث الرفع من الصحابة من بلغ 30 كما سمعت، منهم أبو حميد الساعدي رضي الله عنه،
وروى ذلك في محضر عشرة من الصحابة فصدقوه وقالوا هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصار الحديث مما لا يتطرق إليه شك عمل به الصحابة، بل أنكروا على من خالفه، فمن ركع ولم يرفع يديه أو رفع ولم يرفع كانوا يرون ذلك مخالفة للسنة. صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى من لا يرفع يديه يرميه بالحصباء، وهي الحجارة الصغيرة التي كانت تفرش بها أرض المسجد، كما أخرج ذلك البخاري في كتاب رفع اليدين. ومن الفقهاء من قال لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، واستدلوا بحديثين، حديث البراء وحديث ابن مسعود، والمصنف رحمه الله يجيب عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد. حديث البراء في صفة رفع اليدين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، يعني في تكبيرة الإحرام، قال ثم لا يعود. جملة ثم لا يعود حكم الأئمة بضعفها، لأن زيادة تخالف الصحيح الثابت من رواية الحديث، فجملة لا يعود ليست مما يثبتها الأئمة، وقد اتفقوا على تضعيف هذه الزيادة، فصارت مع جملة الحديث منفردة بضعفها لا تثبت، فهذا وجه ردها كما قال المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم. يشير إلى حديث الترمذي عن علقمة قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يعني في تكبيرة الإحرام. قال الترمذي: وفي الباب عن البراء بن عازب وحديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى كلامه رحمه الله. فلذلك بنى الحنفية، فقهاء الحنفية رحمهم الله، قولهم في عدم رفع اليدين على هذين الحديثين، حديث البراء وحديث ابن مسعود. أما حديث ابن مسعود فحسن كما قال الترمذي. قال المصنف: إذا كان هذا ثابتا عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن تركه الرفع لن يقدم على ثبوت الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع، فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود ووقوفه إماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. يريد أن يقول إن ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان من جلة الصحابة وأكابرهم قدرا وعلما وفقها وقرآنا، لكنه ثبت له بعض المسائل خلاف السنة، فالمقدم عند أهل الإسلام ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعذر الصحابة رضي الله عنهم بما لم يبلغهم علمه أو نسخه. مثلا ثبت عن ابن مسعود التطبيق، والمراد به ضم الكفين وتطبيقهما في الركوع بين الرجلين، وصح ذلك عنه لأن الأمر كان كذلك. قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص فقال: صدق أخي، قد كنا